هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا أقارب لنا يشدون الرحال إلى قبور الأولياء ويفعلون بدعا شركية، قد ناصحناهم فلم يستجيبوا. سؤاله: هل يجوز هجرهم وعدم السلام عليهم؟ نعم، صاروا مشركين، أبوا بعد الدعوة، أبوا، فهم مشركون ومصرون على الشرك، تبرأوا منهم. نعم، وإن احتاجوا إليكم فأحسنوا إليهم للقرابة فقط. نعم.